أخي العزيز، يوم 4 تموز 2003 بشمال العراق بسليمانية، كنت بمهمة أمنية مع 10 من جنودي. القوات الأمريكية يلي شربنا معها الشاي وقاتلنا معهم حاصروا مقرنا ووجهوا أسلحتهم علينا. وصلتنا أوامر القيادة إنه ما نشتبك معهم. أعطيني احترامي سيدي. عددنا 11، في رشاش على السطح، عنا رصاص بكفي روح نص الأمريكان اللي برا، ما عم بيدوروا على شيء سيدي. هدول اللي أكلوا من خبزنا عم يهددونا بسلاحهم، مو ضدنا بس، ضد الشعب التركي. نعم سيدي، مع جنودي 10 بانتظار أوامرك بالاستشهاد سيدي. سيدي أنا بانتظار أوامرك بالاستشهاد، أنا وجنودي سيدي. نزلوا سلاحكم. هذا مستحيل. هذا الأمر من القيادة يا ابني، نزل سلاحك. فتشوا شو ما بدكم واطلعوا من هون. هون غرفة التدخين، مندخن هون بالعادة. فينا من وشي يا سيدي. مشكلة انه انا ما بضمن الامان لحلفائنا اللي برا. انتو طلبتوا تفتشوا المبنى وبس، ما رح نطلع من هون. اقتلونا إذا اضطريتوا. إذا عملتوا أي مشكلة رح نقتلكم، رح ياخدوكم رجالي للمركز مشان التحقيق معكم. تقصد الاستجواب؟ عن شو؟ رح نعرف منكم هنيك، ومشان هيك اسمه تحقيق. اسمه نحن هون، ليش ما بتخبروني وين مخبين المتفجرات؟ نحن هون عسكر، مالنا رهائن ولا مساجين. أنا ماني شايف رجالك لابسين عسكري، ولا حتى أنت كمان، ومشان هيك صعب كتير أعرف إذا كنتوا جنود ولا إرهابيين، ومشان هيك نحن رح نحقق معكم. وأنت مو لابس عسكري كمان، وما عندك إشارة، وما عندك أي سلطة، وما أنك عسكري أصلاً. أنا كنت عسكري. اعتقلوهن. ما بحق لك، لا تهينا، نحن عسكر. ميجر، هدول الرجال جنود وعندهم كبرياء، ما تخلي حدا يهينه ولا تخلي حدا يشوف وشه. حاضر سيدي. هاجموا المخفر التركي. مين هن؟ الأمريكان.
أخي العزيز، كل يوم كنا عم نسأل حالنا ليش نحن كنا هونيك. بعدين لاحظنا أنه كل مين كان له سلطة بهي المنطقة اضطهد سكانها باستثناء أجدادنا. وبهداك اليوم ما قدرنا نثبت أنه نحن بعظمة أجدادنا. ما قدرنا نموت من شان العدالة، ولا من شان صراعنا ضد الاضطهاد، ولا من شان شرفنا. هذا يلي عم بطلبه منك هلا. تذكرني يا أخي، وتذكر كل كلمة قلت لك ياها. أخوك سليمان، عاش الوطن. صرنا عبد الحي، قربنا نوصل. ماني شايف سجاد احمر. رح تشوف احمر واصفر واخضر كمان. إشارة المرور نماتي. يلا يلا بسرعه، يلا يلا بسرعه بسرعه اسرع. ومثل ما عم بقول لكم يا جماعة، اللحية مثل المرأة. وقد ما كانت اللحية قاسية، الفرشاية بتبللها. ها أول شي لازم نبلل اللحية. نبللها نبللها نبللها. ها تعا يا علي تعا. ليش هون؟ بابا وين أمك؟ يلا معلم، قدامنا دورية شرطة. هدول شرطة ولا عسكر؟ الشرطة بالمدينة والعسكر بالجبل نفس الشيء. سنبقى أسرى إلى أن نتغلب على أنفسنا. بابا ليلى يا بنيتي، لا تنزعي إلى أن تصيرين حرة. جواز السفر والباقي كمان. هاي الجوازات ورقنا كاملة. أصلك كردي؟ مزبوط. نزلوا من السيارة بدنا نفتشها. عم بيقول إنه لازم ننزل، يمكن لازم نعطيه شيء. طيب خلونا ننزل. وين الله سيرك؟ تماشر ناوي سيرك شن بكن؟ أبلا أخنا غري. مشكلة دار بينا، ليش نية؟ ليه قال أي شيء خوي بخطاب لي؟ نواتك شيء؟ يا باسبورتي نسرائي. يا توم بيرسي. فولات عليهم دار. وده شيء ولاري. لو تجارت. تجارتي شيء؟ تجارتي إنساني. ليرة هزانة إنسان كرينو فروشتن رجمان لانا رجمان تبسان لكي رجمي رجمي يدونا ربطو ليه يرد شو كابي دابد رجمي واكي إنساني تفتش من كان من عرض درجناب دابد رجمي gidelim.
Bundan sonra bu senindir. Çok güzel. Hazır zikrel ecdat. Kulliş nefis. Ecdatna min ahas salatina yubi. Tırkoli zikur. من زوريتنا كل منهم يقدم لزوجته حتى يحمل نسيل وشرف العائلة. أمانة ابني وياي. أمانة ابني وياي. فرجينا الخنجر حقيقي؟ طبعا عمره 1000 سنة. طيب ليش ما هداك الهدايا الغالي من الذهب والفضة؟ غيرانين عوانس كلكم وغيرانين مني. أنا أخذت هديتي الحقيقية. وما أخذتي لك شي تاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا عريس؟ اهلا وسهلا شرفتونا. ابو طارق؟ نعم. مو قلت لك ابني مثل ابنك؟ وعم بتقول له يا عريس؟ انا اليوم من اهل العروس وابنك هو ابني، لكن ليلى بنتي المقربة وإلها مكانة خاصة. ما في حدا لهلا ضرب رصاص، راح يضربوا بعد شوي. هلا بتشوف. سيدي هلا وصل لنا خبر من الهارلتون انه سيارته موجوده هنيك. روح لنشوف. عفوا استاذ، هدول الناس جايين من المخفر وقال بدهم يحكوا معك. عم نسمع. شرفوا معنا على المخفر. اي مخفر؟ لا تخلينا نشحطكم بالقوة. مخفر اي بلدية بدك تاخذنا عليه؟ كردستان العراق. انا ما بعترف عليك، خلي صاحب الاوتيل يجي ويحاكيني. الأوتيل محاصر وبدكم تجوا معنا. بدي تجيب لي صاحب الأوتيل فورا، وإلا لا نحن ولا أنتوا رح نطلع عايشين من هون. في شي مشاكل؟
مين المسؤول عن هذا الاجتماع هون؟ هذا عرس. آسفين لأزعاجك يا سيد فندر. تفضل عود. اسمعني سيد مراد، ما بعرف شو هي مشكلتك، بس أكيد الأوتيل مو هو المكان المناسب لحلها. وأنا رأيي إنه هو المكان المناسب. يا ريت تقعد وتطلع هدول الرجال، زباينك بلشوا ينزعجوا. لا لا لا، مو هون، تفضل هون. سيد فندر، بدي أسألك سؤال هندسي. تعرف شي كم عمود أساس فيه بهذا الأوتيل؟ شو هاد؟ خليني أشرح لك. لهالأوتيل 6 عواميد أساس رئيسية. لما رح ينفجر أول واحد رح نحس بهزة، وبس انفجر الثاني الأوتيل ببلش يميل، ولما بينفجر الثالث والرابع رح يوقع الأوتيل كله على الأرض. ولعلمك كمان أنا فخخت العمودين الاثنين الباقيانين احتياطا. أنت شو بدك مني؟ أول شي ما بدي حدا هون يتأذى، مشان هيك خليهم يخلوا الأوتيل على مهلهم. هون هلأ رح يجوا معنا. أنا المسؤول عن هذا العرس، سام مارشال صديقي، وما في شي تلاقي هون. وإذا كان في شي حدا بدكن تاخدوه رح سلمكن هذا الحدا بإيدي أنا، بس بعد العرس. رح يجوا كلن معنا بهاي اللحظة وهلأ. فتشوا كل الناس وبتشوفوا هوية كل واحد منهم. يلا هويتك. ورجيني هويتك. وانت كمان اعطيني هويتك. يلا بسرعة. هات اللي بعده. خلينا نروح. تحرك. انتو خليكن هون. يلا امشي قدامي بسرعة. Thank you.
الناس صاروا برات الهوتيل، وهلأ كيف فينا نحل المشكلة معك؟ انت حابب انه نتساوم ولا حابب انه نتفاوض؟ انت شو حابب؟ سام ويليام مارشال بدي ياهون. سام ويليام مارشال ما له اي علاقة فينا. انت صاحب هذا الهوتيل، واصحاب المصاري بامريكا هنن يلي بيحركوا الجيش، مو هيك؟ شو عم تحكي؟ اتصل هلأ. الو الو دايا سام. ايفن انا معك. سام في عنا مشكلة هون، لازم تجي على الاوتيل. هلا ما في، رايح عندي حفل. سام المشكلة خطيرة. الو سام، مين انت؟ بحب خبرك انه انا هو الشخص اللي راح يفجر اوتيل الهارلتون. ناطرين انك تشرفنا بحضورك يا سيد سام. شو ما عندكم ضيافة حلو هون؟ سمعنا انه فطاير التفاح الامريكية كتير طيبة، في عندكم؟ بدي صحن كنافة. فطاير التفاح الامريكية مو طيبة معلم. خبر فرقة المتفجرات عن الوضع بالأوتيل فورا. عرفوني مين ومن وين هدول، واتصل بالزعيم الكردي وخبره انه انا ما رح اقدر اجي اليوم المساء على حفلي. لحظة طول بالك. اشتغلنا شغل منيح الليلة. نحن مطولين لنصل، رح يختنقوا بالشاحنة ويموتوا. معك. واقف السيارة، عم قلك واقف السيارة. ساعدهم لحتى يتنفسوا منيح، هيك ما عاد يموتوا على الطريق مختنقين. هدول الناس يمكن إرهابيين، بس لا تنسى أنه نحن جنود. خليني أقول لك شغلي يا حياتك، ما تحكي معي بهالطريقة مرة تانية، عم تفهم علي؟ رح خبر عنك، هاي حقارة. ما بيهمني مين رح تخبر وشو رح تخبر، أحسن لك تبعد عن وشي. انت شو عم تعمل؟ انا رح اخذك على السجن. الأعزاء الضيوف، يؤسفني أن أخبركم أن السيد مارشال لن يتمكن من الحضور بسبب إشكالات أمنية طارئة. بتجنن المريض، بس يفيق راح يحس بالوجع كتير. خليك عم تعطيه مورفين، ماشي؟ كتير مليح. We'll be right back.
مين الحقير اللي عمل هيك؟ سوار سيدي. لا تكذب علي وقلي الحقيقة. كم مرة بدي فهمك؟ هدول بشر، بني آدمين مو حيوانات. الحيوانات أهم منهم. عن جد إذا ما رح توقف عن قتل هدول الناس يلي عم أخذ الأعضاء تبعهم، أنا رح أقتلك أنت ونايم. رح أقتلك يا ربي. يا ربي ردوهم كلهم لجوا بسرعة. يلا لشوف بسرعة. سيد فندر لا تأكل هم ولا تتوتر، سام أكيد رح يجي. أنا ماني متوتر، بس يلي عم تعمله كتير غلط. عبد الحي عم بيقول إنه اللي عم تعمله كتير غلط. هاي أنا هون. اسمي مراد علمدار. تركي؟ أي نعم تركي. وشو مفكر حالك عم تساوي؟ سيد فندر تعبناك معنا الليلة، فيك تترك الأوتيل وتروح. شكرا. أنت بتعرف شو حجم المشكلة يلي ورطت حالك فيها؟ انت بتعرف شو حجم القنبلة اللي قعدت عليها؟ شو بدك؟ فجر الاوتيل كلياته، ما رح تاخذ مني اي شيء. انا ما بدي اخذ منك اي شيء، بس في شغلة واحدة فيك تعمل لي اياها. رح تلبس هذا الكيس براسك، ورجالك كمان رح يلبسوه، ومثل الشاطرين رح تطلعوا من هون مغطيين بالكياس، والصحفيين يلي برا رح ياخذوا لكم صور. اكيد فيك تعمل لي هالشي، ما هيك؟ وبعدين رح نطلع من هون بدون ما نفجر الاوتيل، ورح نختفي. هدول الكياس هن نفسهم يلي حطيناهم على جنودكم؟ حطه على راسك، اسمنه راسك على كتافك، وإلا في كياس لجسسكن أكبر من هدول. طيب ماشي. اسمع، أنا بالمنطقة هون 15 سنة وبعرف الأتراك منيح. مغرورين وعندهم مبادئ وعندهم خطوطهم الحمراء وعندهم سياساتهم المحددة مع العراق. بتقولوا إنه ما بصير هون إلا اللي أنتوا بدكن إياه. خليني خبرك بشي، نحن محينا خطوطكن الحمراء كلها، دمرنا سياستكم مع العراق، ولازم صدق انه كل هذا الشيء ما زعجك، الكياس هن اللي زعجوك. رح اقول لك شو اللي هانك. الولايات المتحده بتدفع لكم دائما من 50 سنه
نشتري لكم حتى المطاط لتياكم الداخلية. ليش ما فيكم تتطوروا؟ بدكم مصاري ونحن عم نعطي لكم، بس بتضلكم تضربوا ببعضكم وتطلبوا كمان. بدكم سلاح؟ نحن عم نبعث لكم. كان بدكم تقاتلوا بس بلشتوا تتفاوضوا قبل ما تبعتوا عسكري واحد وبتطلبوا كمان مصاري. كيف فيك تنسى قديش ترجيتونا انه نخلصكم من الشيوعيين؟ معروف انتوا ليش مزعوجين، لانه ما عدنا بحاجتكم. انا ماني زعيم حزب سياسي ولا دبلوماسي ولا عسكري، انا تركي مثل ما انت هلا قلت، وبيجن جناني على يلي بيحط كيس على راس تركي. وهلا خراس وحط هذا الكيس على راسك. طيب فجر الاوتيل، فجره وشوف اذا كان رح يهمني. يلا فجرنا هلا وبضل انا الربحان. انتظر، واقف شوي. شوف، كل واحد بيتحسس من شيء، ممكن من كيس. وانت وقت رميت الكيس على وشي خليتني اعصب واتوتر، وانا ما بحب هذا الشيء. انا بفهمك. خليوني فوتوا. واحد سافل. لا، أنا بحب الأولاد. تعرف ليش؟ ما بيخافوا مثلي، ما بيخافوا الموت، بس لما بيكبروا بيصيروا بيخافوا لأنهم بيغلطوا. بسأل حالي أحيانا كيف ممكن يصير شكل العالم إذا قتلت كل الأولاد قبل ما هنن يكبروا. شو رأيك؟ أنت أكيد واحد مريض. قديشك واحد خسيس وجبان لحتى تجيب هدول الأولاد لهون؟ جبتهم لتشوف إذا فيني يقتلهم ولا لا؟ خليني خبرك شي، أنا ما رح أقتلهم ولا رح أستغلهم. إذا أنا بقتلهم شو رح يكون الفرق يلي بيني وبينك؟ رح أفيدك وقلك شو الفرق بيني وبينك. أنت ما فيك تضحي بـ11 رجال بالوقت اللي عم تتفرج فيه على بلدك عم تنسرق. أنا بضحي بـ11,000 رجال عند الضرورة. أنت بتعجز أنه تتخلى عن 30 ولد لأنك عاطفي. أنا بقتل كل واحد منهم بسبب عاطفتك. رح أقتل يلي بيدمر السلام. على عكسك، أنا ماني هون بالصدفة، أنا بعتني الرب لحتى أنشر السلام. بخبرك أنه أنا ابن الرب. أنت مو ابن الرب. بدك تفجر الأوتيل ولا شو؟ رح نروح، بس بوعدك انه رح نلتقي. حلوين، مبسوطين يا اولاد؟ حابين تعرفوا شو في تحتي؟ لازم نطالع الولاد لبرا، رجاء سيدي. المشكلة يمكن تاخد شوية وقت. حابين ترجعوا على البيت؟ شايف؟ هن حابين يضلوا. شباب لو سمحتوا بعدوا لي الطاولة شوي. شو هالمجنون هاد؟ مفكر حاله ابن الرب. راسه بوش.
هيدلو. حلو حلو كتير. يا رب ترجعهم بالسلامة، يا رب وفقهم ونجيهم، يا رب لا تخلي عبد الحي يقعد على الكرسي الغلط. دخيلك يا ربي لا تتركني هون لحالي. شو مشي الحال؟ مو كثير. عبد انت ما خربت الخطة ما هي؟ خلاص سيدي، حابب اني اعيش وقاتل. انت تريد هذا، لكن المهم ما أراده الله. المؤمن إذا مات على إيمانه ما يخسر شيء، شكد ما يعيش فمصيره بيد الله. أحسن شيء تسويه هسه هو أن تدعي لغيرك، لأن دعائك سيكون رحمة ونورا عليك في نهاية الأمر. ليلى، الله شاف كل شيء، يا ريتني متت معه. قومي يا بنيتي قومي. استشهد في سبيل الله، وبتمنى من الله انه يحاسبني لاني بكيت عليه. لكن علي ليش؟ ليش قتلوه؟ والله العظيم لشد حزام قنابل داير مداير جسمي وفجر حالي بيلي قتلوه. ساعتها رح يشوفوا شو ليلى تقدر تساوي فيهم. رح يشوفوا بابا. خليني موت حالي مشان اقتلهم. شلون تظنين رح اخليش تسوين نفس هالشي؟ شلون شلون يعمل هالشي اللي يعرف بابنا واللي يفهم الاسلام؟ شلون يفكر بهذا؟ شلون؟ شو بقدر ساوي غير هالشي هاد؟ ليلى يا بنيتي، القنابل البشرية معصيتين في حق الله. الأولى إزهاق روحك يأسا من رحمة الله. الثانية المغامرة بأرواح الأبرياء عد ما تستهدفين العدو. تعرفين كم نفس برية رح تكتلين إذا سويتي نفسك قنبلة بشرية؟ أتعرفين؟ ولأنك لا تعرفين فأنك لن تقتلي كذا وكذا من الأبرياء، بل ستكونين كأنك قتلت البشرية جمعاء. ترى ذولي اللي أخذوا يبثون هالفكر بين المسلمين
وطلعون انتحاريين، كأنما يخلقون فتنة حسن صباح من جديد. ترى هذا من علامات القيامة، هي من عمل الشيطان يا ابنيتي. أني أدري بلوعدك وألمك، لكن أحسن من أشوفك متحمسة للقنابل البشرية اللي خلت الناس تتصور المسلمين إرهابيين. أحسن لا تنسى يا ابنتي إن الله ليس بعاجز، بل إنما نحن فيه من ضعف وعجز وهوان، إنما هو بسبب ابتعادنا عن كتاب الله وسنة رسوله، وبسبب التفرقة التي نحن عليها. كل عملية انتحارية تزيد من عجزنا وضعفنا، بل إن عدونا يريد لهذه العمليات أن تزداد، بل ربما نظم تلك العمليات. لا أمل لنا في النجاة سوى الاعتصام بحبل الله تعالى، فلنتوجه إليه بالدعاء كي نتوحد ونتحرر. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. سيد حسن، هدول إخواتي مراد وميماتي ورفيقنا عبد الحي. تشرفنا. كان بالقوات التركية الخاصة وعمل عمليات كثيرة برات تركيا. بآخر مهمة له عمل عملية تجميل لوشه لحتى يدخل المافيا التركية ويكشفها. دمر المافيا وعمل هالشي كله لحاله. والبقية هدول فريق وكمان قوات خاصة. يعني مهمتهم لصالح حكومتهم؟ مو رسميا. أكيد مو رسميا. وين على كله؟ عطوا جبال للأكراد والصحراء للعرب وخلوا حقول البترول إلهم، ونحن ما عاد عندنا مكان نروح عليه. عم بيطبوا خطتهم القديمة. ما عم يسمحوا لنا نحن الزعماء نشوف بعضنا لحالنا، لازم ما نجتمع غير تحت إشرافهم. عندكم شي اجتماع عن قريب؟ هالأسبوع. وين؟ بالسوق. شو قصتك انت جنيت؟ انا هون لساعد الناس ليعيشوا. انت بس بتساعد الاغنياء. ما تخليني اخبر عنك القيادة، صدقني بعملها. انت رفيقي، بس نحن هون عنا مهمة. انا عم قاتل، دمي على كفي. كل شغلي عم يكون لصالحك. خليت الاكراد والاتراك والعرب يتقاتلوا، وعامل مشكلة مشان كم كلية؟ بدك تبلغ عني؟ بدي أعرف ليش هالتصرف الأناني. شو بك أنت؟ شو قصتك معي؟ شو قصتك؟ أنت بتعرف شو عندي مشاكل كل يوم؟ عندك فكرة؟ عندك فكرة؟ لا تضايقني بهي التفاصيل التافهة. أنا بدي رجالك يحسنوا معاملتهم للمساجين. ما بيهمني أبداً مين عم تقتل ولا قديش ولا ليش، هاد ما بيهمني. بس إذا كنت رح تجيب لي مرضى فعم أطلب أنه ما تخلي رجالك يقتلوا الناس على الطريق. أنا بحاجة أعضاء عايشة. هذا هو كل شيء بدك يا خلص. أوكي أمرك.
من هون. يلا تحرك. بعدوا من هون. تحركوا. شبك ما عم تسمع؟ بعدي هيك. تحرك. بعيد. ما عم تسمع بعيد. تحركوا. تحركوا. استناك بالاخير بدك تطلع. شو ما بلشتوا اكل؟ كيف فينا نبلش قبل ما تجي حضرتك؟ شكرا كلكم لطف. مسكتوا ارهابيين الاوتيل؟ للاسف لا يا سيدي، بس نحن عم نحقق بالقصة حتى ادق التفاصيل. يبدو انتوا هون ما عم تفهموا. أنا عندي هدف واحد بس، هو توحيد العراق وبعدين تشكيل حكومة دائمة كدليل على أنه فينا نعيش مع بعض هون بسلام. بس طالما أنتوا عم تتحالفوا مع الأتراك وعم تتحالفوا مع العالم العربي وأنتوا مصرين كأكراد أنكم تعملوا دولة كردية مستقلة، فأنا بقلك أنه السلام أكيد ما رح يصير، وهذا الشيء أنا ما رح أصير. بتمنى أنكم تفهموا حكي. ممكن أنينة كراش لو سمحت تفضل. بس أنتوا ما عملتونا مثل بعضنا البعض، تتهمونا انه نحن اللي جبنا صدام. العرب بنظركم ارهابيين، ليش اتهمتوا الناس بالعرس وعاملتوهم على انهم ارهابيين بس لانهم مبسوطين وعم يضربوا نار بالهواء؟ لا 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 ابدا، لانه انتم بالحقيقه عم تدعموا الارهابيين. خبروني مشاكلكم ورح أحاول حلها. نحن عم نتهجر وقرانا كلها عم تعاني من التهجير بسبب المسلحين الأكراد، عم يهجروا الناس من أراضيهم بالقوة بأعذار مختلفة، وكله تحت تهديد السلاح الكردي. ومو بس نحن، مو بس ضيعنا، كمان الضيع العربية كلها عم تعاني من هاي المشاكل. هذا الحكي صح أبو طارق؟ للأسف هذا صحيح، وكل هذا الشيء مشان شيء وحيد، البترول. عم يهجرونا من مناطق حقول النفط الموصل وكركوك أول بأول. البترول هو أهم شيء عم يطلع من هالأرض، نحن ما لنا حق فيه. لا لا أبدا، أكيد إلكن حق فيه، بس لازم بالأول يصير في أمن وبعدين منشوف المشاكل الاقتصادية اللي بيناتكن. يعني كيف بدنا نقسم البترول ولسه ما في استقرار؟ شلونك؟ منيح؟ منيح، كيفك انت؟ الحمد لله. هلا خلونا اذا بدكم نشوف الطلبات الاساسيه. اذا بدكم، للاسف في كثير من العرب الابرياء سجنتوهن واخذتوهن على مراكز الشرطه، وانتو عم تدعوا انه مرتبطين بمنظمات ارهابية. وللأسف كمان كتير عيال ماتت رجالة بهدول المراكز. انا بأكد لك هذا الشيء، رح اهتم بهي القضية بشكل شخصي. طلبنا واضح وصريح، بدنا كل العيال ويلي تهجرت بالقوة من ضياعها ترجع بأمان. ومن هلأ ورايح لازم الأكراد يبطلوا يعاملونا كأقلية، هذا مطلب كتير مهم وأساسي. طيب أنا رح أهتم بالعائلات المهجرة إذا كان في شي مشاكل بالنسبة لوضعهم الحالي، ورح نشتغل كمان على تأمين رجعتهم الآمنة. بسيطة، نحن بدنا تزيدوا الدعم المالي مشان الأمن والاستقرار، وبدنا كمان تزيدوا الخبراء لتطوير المنطقة. ما في أي عميل بالسي آي اي إلا وسمع هذا الطلب هو نفسه من المناطق الكردية آخر 20 سنة.
لوين ابو علي؟ لا عند علي. بترجاك لا تساوي شي؟ ليلى بعدي من هون. اجان الله لا تساويها. انا بتشكركم كتير، شكرا كتير على الغداء، الغداء طيب. لو سمحت فيني احكي معك دقيقة واحدة لحالنا؟ ايه طبعا، وانا كمان احكي معك. فوت لجوا.
رح تتوجع شوي. إذا بتحب أعطيك مسكن. كيف بتجرؤ؟ هي وقاحة. يعني بالنسبة للحياة يلي عم يعيشوها، في ناس بيموتوا لا يطلعوا على الجنة، بركي بيلاقوا السعادة بالحياة التانية. يعني ماني عم أفهم كيف بيتخيلوا إنه هن رايحين على الجنة وهن مانوا مؤمنين. يعني أنت بتروح على الجنة أنا لا، هيك بتقصد؟ الرب بديانتنا عطانا العالم كله وبعدين اختارنا لإلنا مشان نأسس مملكته العظيمة. ما عندي اعتراض عليك، بس بديانتي شعبي الوحيد هو يلي عمل عهد مع الرب، ومشان هيك الرب هو يعملنا لوحدنا شعبه المختار. تقدر تجاوبني على هالشي؟ مورفين سيدي، حدا من رجال مراد شافوه هنيك، هالزلمة حارسه الشخصي. جيب الزعيم التركي. أمرك. حدا اجا؟ لا سيدي. شو اخبار الاستاذ حسن؟ الحمد لله بخير سيدي، اخذوه على المستشفى للفحص. واللي فجر؟ ما عرفنا مين. روح وعرف لي مين. حاضر. فوتوا. لحظة، استنوا هون. أول مرة منتعامل هيك، إن شاء الله خير. إن شاء الله. حسن، قلت لي آخر مرة شفتك فيها إنه بدك تحاكيني على جنب. مثلا سام، في قنبلة رح تنفجر بعد ثواني، ولا سام، هدول الرجال اللي جبناهم من تركيا رح يقنصوك أنت ورجالك بالرصاص بعد القنبلة. قلي. وين كنتوا؟ الطريق كانت خطرة. صار لازم نترك المكان، صرنا بخطر. خطر؟ شو هالحكي هاد؟ عم تتجنى علينا. كنا كلنا هنيك، يعني كانت حياتنا كلنا بخطر. حسن، هي آخر مرة رح أسألك، وين مراد علمدار؟ مراد علمدار؟ بدك تقلي بدنا نروح معلم. هلا بنشوف عبد الحي. خلي المتفجرات معك جاهزة. بس في ناس عايشة بالبيوت هون. هلا أنا قلت إنه بدي فجر البيوت.
المكان. حبو لقينا هون هون سيدي. دوروا بيت بيت. حاضر سيدي. وانتو كمان. فيني ساعدك بشي؟ مخبيين حدا عندكم بالبيت؟ عم بستنى جوابك. ما في حدا بالبيت غيري أنا وستي. وين جوزك؟ بالجنة. أنت بتعرفي شو اللي بيقتل رجال العرب؟ لا ما بعرف. نسوانن. ما في حدا هون. يلا نروح. يلا كن جهنم. راحوا اطلعوا يلا. شو اسمك؟ كتير مهم الاسم. انتي اللي انقذتي حياتنا يعني اكيد اسمك مهم. رح تعرف وقت رح ترد الدين. انتي انقذتي حياتنا وخبيتينا عندك بالبيت ونحن كتير ممنونين لإلك، بس صار لازم نروح. الأمريكان بكل مكان، لازم تنتظروا لكم شوي. إذا بدنا ننتظر الأمريكان ليروحوا فراح نخطير عندك. لا
لازم حدا يجيب لنا معلومات من برا، وعلى أساسها رح نتحرك. شو نوع المعلومات يلي بدك إياها؟ أنا بجيبها. لا، ما رح تقدري. يمكن عبد الحي، بس رح يعرفوه. يلا صار الأكل. إذا كان معك عمران فرح تتحرك بحرية معه. يا رب، أحيانا بحس إنه بدي أتركك لأنك ما بدك ياني يكون حدك، بس بفهم وقتها إنه واجباتي تجاهك ما كملت. طوبى للرجل الذي يتحمل المشقات، لأنه حين يتعب سيتلقى تاج الحياة بشفاعة أرواح الأبطال الراحلين والأبطال القادمين. أعطنا السلام ودلنا على الطريق. كل تضحياتنا لغاية أكبر لندافع عن السلام وعنك. أنا عم حاول أعمل واجباتي تجاهك بكل ودي. خلت العالم يا رب لنقوي حالنا قبل ما ترجع مرة تانية عليه. أعطيني القوة إنه رجع السلام لبابل مثل ما مكتوب، ولما الأجيال الجاية رح تشكر أبطالي اللي بنوا مملكتك على الأرض، رح يكون لي الشرف العظيم إنهم يذكروني بصلواتهم. وقت القديس بطرس ترك روما سألته يا رب لوين رايح يا بطرس؟ قال لك لبابل يا ربي، أرضك وأرض مملكتك، ما رح تشوفني أبدا براتها. هذا وعد، وعد يا ربي. رح أموت هون ودمي رح يرمي الأرض. رح يضل يرويها لحتى يجي اليوم الموعود لما ترجع لنا وتصير أرض الميعاد لإلنا. وقت تصير أرض الميعاد لإلنا رح يحل السلام، ويلي بيخلي السلام يحل على الأرض بيكون ابن الرب. خبركن مفاجأة حلوة، ما لازم اني احكي عنها بالحقيقة. ما فينا ننسى اللي عمله سيد مارشال لهالبلد وإلنا، وكعراقيين خبرنا الحكومة ببغداد عن امتناننا للسيد مارشال، وبكرم من رئيسنا رح نقدم هدية صغيرة للصداقة. سيد مارشال لو سمحت ناديني سام. حاضر سام، هديتنا إلك بيانو عم يشحنوه هلا بالقطار من احد قصور صدام، وهذا تعبير صادق عن امتنان الشعب العراقي لك. شكرا، شكرا كثير، شكرا. انا بتشرف كثير بهي الهديه. شكرا. شو حلو. شكرا كثير. اسمعني، تركمان خلصوا ولا صار وقت العالم؟ طلع الكاميرا. سمعنا وأطعنا، والله غالب على أمره. مهما كان الظاهر ومهما كان الغالب ومهما كان المغلوب، فإن الغالب الحق والحاكم الحق والمسبب الحق هو أنت يا رب. لقد ابتليت بالهزيمة حتى حبيبك المصطفى. إنك لا تظلم الناس شيئا يا رب،
ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إنا آمنا وصدقنا. نعم لقد ظلمنا أنفسنا حيث لم نتوحد في سبيلك، وإنما فرقتنا الأهواء وباعدت بيننا الشهوات. يظلمنا العدو لأجل ظلمنا لأنفسنا يا رب. نعوذ بك من ظلم العدو، ونعوذ بك من غضبك. لقد غدونا من الغافلين المذنبين، فبتنا من المحكومين المغلوبين. لم نستيقظ لصوت القرآن والسنة، فأيقظنا غزو أعدائنا. فالطف بنا يا ربنا، وامنحنا قوة وطاقة ندفع بهما ذلك الغزو. أنعم علينا بالثبات والصبر الجميل. اللهم بجاه نبيك الكريم الذي بعثته بالإسلام دين السلام، أعنا على ألا نترك أخلاقه في الحرب، وابعدنا عن المحرمات في القتال. شيخ ساعدنا 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 بشار الله ساعدنا ساعدنا يا سيدنا ساعدنا. مو لازم تقعد هون، ما في أمان. ممكن حدا يشوفك ويخبر سام. أنا الآن هون بسببه، عم يضطهد الناس وأنا ما عم بقدر أعمل شي. سام ما عم يساوي شي جديد، عم يضطهد الناس هون من زمان. ما في حدا حابب يقتله أكثر مني، بس ما فينا نعمل شي غير إنه نصبر. من وين تعلمتي كل هالصبر؟ الحياة علمتني شو الشيء اللي فيني اتحمله
والشيخ علمني شو الشيء اللي لازم حاربه. الشيخ عبد الرحمن خالص كركوكي، هو رباني. وأهلك شو صار لهم؟ ما بعرف شكل أبي. وقت ما ماتت أمي كنت صغيرة كتير. هو رباني وربى كمان كل الأيتام والمشردين. ليلى، شو أكتر شي بتتمنيه بحياتي؟ من زمان كان عندي أمنية، كانت أني غمض عيوني وآخذ آخر نفس لإلي بهاي الدنيا أنا وعم شوف النجوم بالسماء. وهلأ ما عندي غير رغبة واحدة، هلأ أني غز هالخنجر بقلب هالحقير الندل، وقت رح أعرف بإيدي أنا إذا عنده قلب ولا لا. بعد فيني يموت. وإذا أنا منعتك من أنك تحققي هالأمنية هاي رح تزعلي مني شي؟ كيف رح ننط على القطار وهو ماشي؟ وقت اللي رح يبطئ هون مماتي رح ننط. ما في حدا موجود مع البيانو؟ هو وقتها منقتله. لو صوت الرصاص نحن بس رح نرميه برات القطار. لا ما فينا، رح يعرفوا. ان شاء الله ما يكون في حدا. ان شاء الله. اوف اجا. دير بالك على الرايح والجاي، لا تتذمر من الطلبات والشكاوى اللي تواجهك. هذا المكان لا بيتي ولا بيتك، هذا بيت للي ما عنده بيت. أمرك سيدي. لا تنسى يا يوسف، الصبر لا يعني الذل، الصبر كفاح. أنا مليت من هذا الشيء. تركمان عم يجوا لعنده، والعرب عم يجوا لعنده، والأكراد رفقاته. مين هذا الزلمة؟ خبرنا. هو بالحقيقة من سلالة النبي، وكل الناس هون بيحترموه. أنا ما بتهمني أبدا سلالته، إذا كان هدفه يخرب شو عمل فهو أكيد زعيم للإرهابيين. بترجاك يا سيدي ما تحكي عنه هيك. لو ما كان موجود الشيخ عبد الرحمن خالص كركوكي بالبلد، مين كان رح يدير باله على اليتامى والأرامل والعاطلين المعاقين؟ كل الناس كانوا صاروا إرهابيين. حلو، إذا هذا الزلمة منيح لهي الدرجة فرح نعمله رئيس العراق.
من زمان وانا عم اقول لك انه هذا الزلمه خطير، وانت عم تدافع عنه. اللي انت مع مين، معي ولا معه؟ قديش دافع لك؟ انا ما باخذ مصاري من اي حدا. روح جهز رجالك، رح نجيب الشيخ. حاضر. انا ما فيني شارك بهالعمليه. اسف انا ما سمعتك منيح، ممكن تعدلي؟ والدي وكمان جدي وحتى كمان جده لجدي، نحن كلنا طول عمرنا ناكل من خبز ضيعته، حمانا من ظلم صدام. انا ما فيني حتى ارفع بوشه مسدس، هالشي ممكن يشلنا. بيشلكم؟ معناتها هذا الزلمه ساحر. لا لا سام، انت ما بتعرف عنه شيء. لا بعرف. شكرا للاجتماع. انت خلي كل العالم يشوف. وبندم لأني ما قضيت مصير الأمريكان اللي يجوا على العراق. الأمريكان والإنجليز واليهود راح نغرقهم بدمهم إذا ما تركوا العراق. أبانا الذي أسلم وكي تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك ليكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لغيرنا، ولا تدخلنا في التجربة ونجينا من الشرير. لك عايش ده تسوه ها؟ المن تقلده شنو؟ خلون دم المتحركة تشتغل لصالح الظالمين. الأفعال اللي ما قام بها رسول مين تعلمتها؟ هذا الرجال مو بريء، هذا الصحفي بيستحق الموت يا سيدنا. انت عندك علم الغيب حتى تعرف البريء من المبريء؟ جوز يكون جذاب. حتى إذا واحد طير رأس واحد منكم هذا رح يكيف وصور يأخذ الصورة، ويمكن يقول المسلمين يذبح الواحد الآخر. شلون تراهنون على نفسكم أعمال الظالمين؟ شلون؟ قم قم خل خد اقطع راسك، طير راسه بالهواء وسوي الشيء اللي عجبك. حلو. انا صحفي وبس، عم تفهمني؟ شكرا شكرا لك. شكرا شكرا. هذا أبشع بيانو شفته بحياتي.
لازم تحس بالفخر. شو الوقاحة؟ شو هالدشة؟ وقفوا لي هذا الصاروخ. خذوا استراحة. شكرا. أنا عندي شغل جوا. يا شباب اليوم عيد، يلا تعالوا لعندي. كان لازم تشوفوا بيته لهذا السفاح انفجر ووقع فوق راسه. فيكي تفرحي يا ستي، فرحي. الحمد والشكر لك. شو رأيك عبد؟ إن شاء الله يكون هيك. معقول هالشي؟ لازم تهربي من هون. ما رح روح على محل. المجرم مات هلأ، شو رح يعمل يعني؟ رح يبعت روحه تعذبني؟ ليلى، الأوقات الصعبة هلأ بلشت. الضابط اللي رح يجي بعده ممكن يعرف انك اتصلتي فينا. وشلون رح يعرف؟ ليلى، إلا ما يكون في حدا شافك انت وعمران ماشيين سوا. ايه علينا، شو بكون قاعدين؟ الولاد برا كلهم عم بيغنوا. لك تركيا فخورة فينا. سكوت، عم نحكي. تفضل احكي. رح تكوني بأمان عند الشيخ؟ ليش؟ يلا انا رح خبر الجيران مشان يبعثوا لنا اكل. طولي بالك يا خالي. عبد الحي، لازم نتأكد انه مات. بدي اياك تتنكر منيح وتروح وتجيب لنا سيارة. عمران نزل التموين. حاضر معلم. انت خليك. الشيخ بيجي على صلاة الصباح؟ طبعا اكيد. طيب أنا رايح غسل وشي. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت من وين؟ من المدينة. ما شاء الله ما شاء الله. تركيا. تركيا ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
ومصلي شبك. الله أكبر عبد الحي، كم ساعة برجيك باسطنبول. أنا أرمل وختيار. شو رأيك نجوزك وحدة تركية؟ بس شيخنا ما رح يوافق. شو اسمك حجي؟ أنا اسمي بكر حسين. يا الله. إن شاء الله الله بوفقك يا ابني. حي على الصلاة. خذوا الشدة واتركوا السيارة. عايشين. أعطيني ساح. خذ. أنا رح غطي هذيك الجهة. خليكن هون. شغلون. حاضر. نار. العراق. هذا هو قدامنا. نار. ساعد البقية عمران. ماشي معلم. تحركوا بسرعة شباب يلا. لقيته. غطي اليسار واطلعوا من وراء. ذاكرك أنا كردي. بس أنت غير عبد الحي. كل الحروب بتبلش هيك. على اليمين. طول بالك شوي. طول بالك.
هذا التركيب بلش يضايقني. طولوا بالكم وانتظروا دوركم. الظاهر انه حاصرونا. انا رح اغطيك معلم. عبد الحي يا الله حفظ. بتوجع شي يا عمران؟ عم بتوجع بس مو من جرحي. لازم نلاقي المعلم. ما راح تربحوا.
Yeah.